السلاح العسكري لجماعة الإخوان، وابن الشيخ عمر عبد الرحمن كان معانا على الهاتف، وجبنا لكم صورة السيارة، وجبنا لكم بعدها أنه تم القبض على، يعني ربما يكون تناولنا لهذه القضية بالصوت والصورة هو اللي أدى بعد كده إلى أن أجهزة الأمن ألقت القبض على مندوب الرئاسة المزيف. المشكلة أنه الناس بتتناول صورا وحكايات انه مندوب الرئاسة المزيف كان بيحضر مؤتمرات في غاية الأهمية، وكان بيقدم نفسه على انه مستشار رئيس الجمهورية، وانتشرت صور له وهو بيحضر المؤتمر الاقتصادي الأول لجامعة أسوان اللي كان منذ أيام قليلة من 16 ل 18 فبراير. نشوف هذه الصور لو عندنا بسرعة. وده وكان بيشارك فيه قيادات الجامعة وبعض الاقتصاديين وبعض الفنانين، ومصدر بجامعة أسوان أهو، يعني كان موجودا أهو في وسط الناس، وكان بيقدم نفسه أيضا على أنه مستشار رئيس الجمهورية. الدكتور محمد راشد أستاذ بكلية التربية بجامعة أسوان. يا دكتور محمد أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا في الوعي، الله يبارك فيك. أهلا بيك دكتور محمد. قل لي، هل مندوب الرئاسة المزيف حضر في مؤتمر أسوان وسط أساتذة الجامعة وشارك معهم؟ مبدئيا قمة الشرف ان انا اكون مع حضرتك في البرنامج الجميل البناء بتاعكم ده. الله يخليك، انا اللي يسعدني جدا. اتفضل. لا بجد والله، يعني بحضراتكم بتعالجوا حاجات مهمه في البلد، الله اكبر عليكم يعني. الله يخليك، الف الف شكر. اللي طبعا حضر ومنتشر الصور ومنتشر الاخبار، ونما الى علمي ان الاستاذ الدكتور عبد القادر القائم بعمل رئيس الجامعه بيتحقق معاه في النيابه بهذا الشأن. وطبعا قمة الخزي والعار، الإخلال لا يعني بيتحقق معاه، يعني نما إلى علمك أنه بيتحقق معاه في النيابة بسبب أنه إزاي مشارك مندوب الرئاسة المزيف ده في المؤتمر؟ أيوة طبعا طبعا، أن ده خلل رهيب في الإدارة، سوء في الإدارة. إزاي يكون في إدارة ومؤسسة كبيرة فيها مكاتب علاقات عامة وإدارات للأمن وناس مسؤولين، بس الراجل خليك معايا كده يا دكتور محمد، ده قاعد في يعني في الترابيزه الرئيسيه دي يا استاذ وائل، الطاوله الرئيسيه. وانا اجيلك يا استاذ وائل، لان انا اجيلك بتاكس واخش لغايه البرنامج بتاعك، واقول لك انا من اكبر مؤسسه في الدوله، مؤسسه الرئاسه او مستشار وزير. هل حضرتك هتصدقني؟ لا طبعا. يعني أصله الرئاسة لكي ترسل مندوبا، لكي ترسل مستشارا، كل ده بيتم بخطابات وبيتم بإجراءات يعني. أما هنا وهنا، وحتى أنا لو اتزنقت وأنا فوجئت بأن حد بيفاجئني بكارنيه، في إدارات أمنية ليها، في ناس مسؤولين من المخابرات ومن أمن الدولة في كل هيئة أبشرهم، أقول لهم أنا في عندي واحد بالمواصفات دي، وبعد كده نكتشف أن الراجل ديت عليه 10 قضايا ومسجل خطر وثلاث يعني ده متهم في 40 قضية نصب وانتحال وتبديد وحرق عام. طب لان عرفني ممكن يعمل ايه في الناس المحترمة اللي موجودة من قمم اللي هو الوزراء السابقين والمستشارين ورؤساء الجامعات اللي موجودين، مش ممكن يفجر نفسه ولا يعمل أي مصيبة في المكان ده؟ ما دي خلل في الأمن وخلل في الموضوع كله كده مش لايق. وبعد كده يعني عايز أنوه على حاجة حضرتك، أنا مع احترامي للفنانين الجمال بتوع مصر اللي بيمتعونا بكل المقاييس، لكن النهارده إيه دور الأساتذة الفنانين الجمال اللي جم في مؤتمر يخص الفساد والاقتصاد والشفافية؟ أجيبهم فوق دماغي من فوق في مؤتمر يخص الفن، يخص دورهم. هو مين حضر من الفنانين؟ الأساتذة الأفاضل، الأستاذة حنان شوقي والأستاذة هند عاكف تقريبا، أنا حسب ما أنا شفت، لأن أنا ما حضرتش المؤتمر، لأن أنا طبعا في يعني مع احترامي طبعا من خلال برنامجكم بستغل الفرصه واتوسل لله فيكم ان انا اقابل الوزير انا وبعض الدكاتره، للتعسف والتعنت واستغلال النفوذ الصارخ اللي بيحصل معانا في جامعه اسوان. الاستاذ الدكتور عبد القادر فوق دماغنا، المفروض ان كان هيجي رئيس جامعه ينور،
لكن النهارده هو انتهت صفته كرئيس جامعه، كقائد عام رئيس جامعه بنهايه نيابته في شهر 10 اللي فات. فكل الخلل الاداري ده والحاجات دي لان الموضوع طيب هو بس انا اللي بيمين يعني يعني في قريه الجماليه يعني في الـ الـ في جنازه الشيخ عمر عبد الرحمن ممكن يكون البعض عنده اهداف في التمسح في مؤسسه الرئاسه ومحاوله اطفاء شرعيه على فتاوى الشيخ عمر عبد الرحمن بانه اصل مؤسسه الرئاسه اهو كانت حاضره يعني ممكن تكون في مخططات بهذا الشكل، وممكن يكون انه يعني يتم خداع البعض يعني في مناسبات من هذا النوع، انما مؤتمر اقتصادي ومؤتمر لمواجهه الفساد وعن الشفافيه ويحضروا أساتذة جامعة ونخبة ويخدعوا بهذا الشكل، المسألة هنا مختلفة يعني. لا هو في خلل وممكن هم يكونوا اتخدعوا في الشخص، بس أنا ليا ترتيبات، ما أنا ممكن أتخض لما يجي يقول لي مستشار رئاسة الجمهورية إن أنا أخد أي إجراء، بس أنا من حقي إن أنا أحقق من بعيد عن طريق الأيدي الأمنية اللي موجودة في الجامعة. طب ونحاول نشوف رئيس الجامعة. طب دكتور عماد محمد أيضا، دكتور عماد أهلا بيك. دكتور عماد. الو ايوه اهلا بيك يا دكتور. ايوه دلوقتي الراجل مندوب الرئاسه المزيف ده حضر معاكم مؤتمر اقتصادي مهم في بمشاركه قيادات جامعه اسوان وعدد من الخبراء الاقتصاديين واساتذه الجامعه، معقوله يعني انا شايفه هو على اكثر من مائده كمان يعني، هل لفت انتباهكم؟ هو الحقيقه يعني بالنسبه للموضوع ده انا يعني بضع عده علامات استفهام. اولا مجيء هذا الشخص اذا كان فعلا من مؤسسه تعتبر من اعلى المؤسسات في الدوله فما يجيش بطريقه سهله، لابد ان ياتي، وده طبعا انا بخاطب العقل الرئيس في الجامعه، بخاطب أساتذة الجامعة المسؤولين عن هذا المؤتمر. شخص زي ده لما يجي لابد يصار علامات استفهام. أولا لابد أن يأتي من خلال مخاطبات رسمية وتتدخل فيها المحافظة والعلاقات العامة في المحافظة والعلاقات العامة بالجامعة، وتدخل فيها خطابات مع بين المسؤولين من المحافظة ورئيس الجامعة والمسؤولين، وفي علاقات في أجهزة أمنية، احنا عندنا جهاز أمني في الجامعة يعني برضو له دور في ذلك. فإزاي يجي شخص زي ده بكل سهولة ويقول أنا من رئاسة الجمهورية؟ فأعتقد أن أي حد حتى الشخص الحقيقي من رئاسة الجمهورية لا يعبر عن نفسه إلا من خلال إطار رسمي. يعني إذا وجد في مكان عام وهو انسان ما يصرش عن نفسه ولا عن وظيفته، فما فبكل سهوله كده نصدق ان ده شخص جاي من رئاسه الجمهوريه. دي علامه استفهام اوليه. العلامه الاستفهام الثانيه الاستضافه زي ما قرينا في الاعلام وفي التعليقات، الاستضافه اللي تمت من الجامعه لهذا الشخص، الاستضافه اللي خصصت لهذا الشخص في فندق من خلي بالك الفندق ده اللي نزل فيه رئيس الجمهوريه في اسوان. يعني ارقى فندق في اسوان ينزل فيه هذا الشخص المزيف بتصريح مزيف او بكارنيه مزيف بكل سهوله. انا بتكلم على نقطه كمان النفقات اللي انفقت عليه والاستضافه الكامله. هو الراجل ده هو المندوب المزيف ده نزلوه في فندق وخمس نجوم عادي يعني زي ده الفندق اللي نزل فيه رئيس الجمهوريه سعادتك، يعني احنا فندق يعني فخم جدا في اسوان وعلى النيل، ويعني والفندق ده يعني ما مش بالسهل كده حد يعني انت كمان بتقول يعني بالاضافه الى عمليه الخداع نفسها وهي اهانه يعني للجميع طبعا، لكن يعني كمان التكلفه الماليه كمان يعني ده يجي وينفق عليه ده ليه يعني؟ ينفق عليه وده يعتبر هذا الانفاق مال عام. ما هوش ده مال عام.
سواء كان مال الجامعه او مال الدوله. طبعا ده اهدار مال عام. انا جبت نصاب على انه خبير وعلى انه مندوب الرئاسه يعني. ده سواء كان هو شخص اتى جه نصاب فانا المسؤول عنه. كون ان انفق عليه وادخله في ضيافه كامله بهذا الشكل 5 ستار وبنفق عليه لعده ايام، فطبعا ده مال عام. طيب خلي حضرتك معايا كده اسال الدكتور وليد عبد الظاهر، الدكتور فريد عبد الظاهر عميد كليه دار العلوم بجامعه اسوان. دكتور فريد اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اولا اريد ان الفت انتباه سعادتكم ان هذا المؤتمر على اقيم على نفقه الشيخ جمعيه الشيخ عطا جاد الخيريه. على نفقه ايه؟ الشيخ عطا جاد الخيريه. شيخ عطا جاد الخيرية في القاهرة، ده يقيم المؤتمر على نفقته الخاصة. لا من شيخ عطا؟ شيخ عطا مين؟ جمعية خيرية، عضو جمعية خيرية. أيوة هو عمل المؤتمر على نفقته. نعم، لم تتكفل الجامعة بأي مصروفات. أولا. ثانيا، إن الشخص ده يقول نزل في الفندق الذي نزل فيه رئيس الجمهورية، نزل في فندق بسمة، نزل في فندق بسمة هذا الشخص. ثم جامعة لا دخل لها بمن يأتي أو من لا يأتي. لا دخل لها الجامعة بمن يأتي أو من لا يأتي. إزاي هو؟ إزاي؟ مين اللي منظم المؤتمر؟ إزاي؟ قدموا الدعوة للجامعة يا فندم. قدموا الدعوة للجامعة. والجامعة شاركت هي والأكاديمية البحرية لعلوم النقل البحري تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد بشير. لا يعني المتحدث الرئيسي فيها القائم بأعمال الجامعة. لا، القائم بأعمال الجامعة فن ألقى كلمة في الافتتاح هو والدكتور بشير، ليست استضافة للجامعة إنما كإقامة للمؤتمر في مدينة أسوان في هذه الفترة التي لا يعني الإقامة كانت على نفقة مين؟ الشيخ عطا جاد الخيرية. الشيخ عطا ايوه نعم، عطا جاد الخير ده مؤسسه في القاهره. طب ايه علاقه جامعه اسوان بالمؤتمر؟ علاقه مشاركه عاديه حينما طلب منها يا فندم. طب مش جامعه اسوان لما تشارك مش نعم. تشوف كده جدول المؤتمر واهميه الاسماء اللي موجوده. اهميه الاسماء هي لا دخل لها بمن ياتي، لاني ما تعرفش ان ده مستشار فاسد او غير فاسد او كذا او كذا. احنا في جامعه اسوان هناك مغرضون في الجامعة. الأخ محمد راشد ده محال التحقيق ولا مجلس التأديب عليه الارتكاب مخالفات جسيمة في الجامعة. اللي بيتكلم عليه مخالفات جسيمة في الجامعة ومحال. خلينا بس هو عليه مخالفات بس. أنا شايف الصورة دي يا دكتور، ما احنا هنتكلم. ما أنا مش عايز المسألة يا جماعة. في نصاب في وسطكم نصاب. هتخيل انه اسرائيلي صهيوني مثلا موجود، هتعتبر نفسك يعني مش مسؤول؟ لا، تم ابلاغ. هتخيل ان في محتال نصاب موجود، تم ابلاغ، هتقول احنا مش مسؤولين؟ تم ابلاغ الجامعه بهذا المؤتمر، وانا كنت ارى اناس من رجال الامن القومي والامن الوطني في المؤتمر. في رجال الامن القومي كانوا حاضرين في المؤتمر. كانوا حاضرين. نعم. طيب نعم. دكتور عماد طب انا عندي الصوره اهوت له جنب الدكتور عبد القادر القائم باعمال رئيس الجامعه. يعني انا ما يعني هنا يا جماعه يعني انت كده بتطفي شرعيه على الراجل ده بينصب بالصور يا جماعه. وهنا مؤتمر، مش هينفع تقول انا اتصورت جنبه وانا معدي او انا ماشي. ده هنا هو حاضر في مؤتمر وربما القى كلمة يعني ودعي اليه. يا دكتور فريد. نعم معك. جبت لك صورة اهوت وهو قاعد. ايوه نعم، وكان حاضر في المؤتمر. كان حاضر في المؤتمر انما يعني كشخص من الحضور الموجه لهم دعوه ليست من قبل الجامعه. ويقعد على الترابيزه الرئيسيه كده؟ لماذا لم يبلغنا الامن بهذا الشخص؟ لا انا بسال، يقعد على الترابيزه الرئيسيه كده؟
ما جاء عليه الدور في الكلمة. احنا وليس جاء عليه الدور في الكلمة. الكلمة ايه ده؟ ده الـ 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 الكلمة التي تقدم بها في البرنامج الطاولة الأساسية نعم. وتحدث كمان في المؤتمر. نعم جاء على الدور كشخص من ضمن الأشخاص حضور المؤتمر. يبقى ما يدخلش جنازة ليه ويقول أنا ممثل الرئاسة وأنا ممثل الرئيس؟ ما هو إذا كان في النخبة وأساتذة الجامعة عمل كده، ما وبعدين أنت حضرتك عايز تعفو أنفس، عايز تعفي قيادات الجامعة وأساتذة الجامعة من المسؤولية. دكتور عماد عندك تعليق على الكلام ده؟ دكتور عماد. طيب مع حضرتك يا أول بيه. تفضل، عندك تعليق على الكلام ده اللي انا بسمعه ده؟ عندي تعليق فعلا، انا عندي تعليق. اولا المظهر اللي احنا شايفينه سواء في الصور او في التعليقات اللي نازله واسم المؤتمر، وما فيش حاجه اسمها مؤتمر وتكون ويكون تحت رعايه شيخ. انا مش عارف يعني ايه شيخ. شيخ يرعى مؤتمر اكاديمي علمي، والمؤتمر ده بترعاه، يعني الواضح كده ان بترعاه الجامعه، لها دور كبير في هذا المؤتمر. هي الدعوات موجهه ليه؟ لان بعض الصحفيين بيقولوا انه جامعه اسوان ترعى مؤتمرا اقتصاديا، جالهم الدعوه بهذا الشكل. عظيم، اذا الجامعه لها دور. ما نقللش دلوقتي من دور الجامعه في مؤتمر اقتصادي ونقول شيخ مش عارف، يعني مع احترامي للشيخ انا ما اعرفوش، لكن ما نقولش مؤتمر. انا اول مره اشوف مؤتمر اكاديمي علمي اقتصادي تحت رعايه شيخ. فيعني ده هو الشيخ يا دكتور فريد ليس انتقاصا من قدر احد، بس الشيخ ده شيخ ايه؟ ما اعرفش. احنا هو ليه مؤسسه خيريه، تعرفوش ايه يا جماعه؟ انا سالت احد الحضور، لان كان في بنى راس موضوع تحت اشراف مؤسسه الشيخ عطا جهاد الخيرية. بنراس كانت مكتوبة في قدام القاعة اللي يعقد فيها المؤتمر، قاعة نفرتيتي في فندق اللي هو فندق الجيش أو فندق القوات المسلحة. مؤسسة عطا جهاد الخيرية. أيوة. طب يبقى هنا يا جماعة المسائل فيها سمك لبن تمر هندي. هيدخل مندوب الرئاسة ويقدم نفسه على أنه خبير اقتصادي، وانه كمان له كتب في الـ في الـ في في, الـ في الاسلام السياسي، ويقدم نفسه على انه كاتب ومفكر وسط اساتذه الجامعه. فالمساله سمك لبن تمر هند. ايضا عشان بس الدكتور عماد او الاستاذ محمد اللي تحدث عن انه كيف تاتي الفنانات هند عاكف، لانه ذكر اسمها موجوده معانا. يا استاذه هند اهلا بيكي. الاستاذ وائل عامل ايه؟ اهلا بيك. قولي لي المؤتمر ده كان موجود معاكم فيه مندوب الرئاسه المزيف، وبعدين اساتذه الجامعه بيقولوا ايه علاقه انه فنانين يجوا في مؤتمر لمؤتمر اقتصادي بهذا الشكل ولبحث الشفافيه يعني؟ اتفضل. لا هي طبعا الفنانين بتروح في اي مكان بيخدم الدوله، وحضرتك عارف كويس قوي ان انا كمان بشتغل سياسه ومجتمع مدني بقالي 6 سنين، فبتواجد في مؤتمرات تدعيم للسياحة وتدعيم للاقتصاد، وبتكلم في الاقتصاد وبتكلم في مكافحة الفساد. وأنا رحت اتكلمت باسم الفن، إن الفن لازم عليه دور كبير جدا، والإعلام إنه بيكافح الفساد من خلال الأعمال الدرامية. طب الراجل مندوب الرئاسة المزيف ده شفتيه؟ أنا والله لما حصلت الضجة على الموضوع ده، فالناس قالت لي ده جه وسلم عليكي وأنت واقفة، قلت لهم أنا أساسا يعني ممكن حد يقول لي أنا مندوب من الرئاسة، لأن أنا مش هقول له وريني الكارنيه بتاعك. الموضوع كله الأستاذ وائل، أنا قلت حاجة واحدة، إزاي هذا الشخص دخل المؤتمر، ولما يكون في مؤتمر اقتصادي في محافظة زي محافظة أسوان وجامعة زي جامعة أسوان العاملة؟ طب أنت الدعوة جات لك باسم مين؟ انا جات لي الدعوه من خلال زميل اعلامي اسمه الاستاذ صلاح عبد الله، كان موكله عنه الدكتور حسن اللي هو الوكيل بتاع الدكتور عبد القادر، وكيل هو عنه، هو اللي دعاني قال لي في مؤتمر. حسن مين وعبد القادر مين؟ دكتور عبد القادر رئيس القائم برئيس الجامعه. يعني الدكتور عبد القادر القائم برئيس الجامعه هو اللي داعي يعني. لا الاستاذ حسن هو اللي اتصل بالمقدم المؤتمر اللي اسمه استاذ صلاح عبد الله، ده احد زمايلنا في التلفزيون المصري.
معايا احد زميلنا في التلفزيون المصري هو اللي قال لي انا يعني دلوقتي بـ 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 يعني مكلف اني ادعي مجموعه من الفنانين اللي ممكن تدعم المؤتمر الاقتصادي واسمك جاي لي ان انت حضرتك عايزينك هناك. فانا قلت له ما عنديش مشكله طالما حاجه لمصر هروح وهدعم المؤتمر. يا دكتور عماد عندك تعليق بس قبل نسيبه يعني ويعني عندك تعليق اتفضل. قلبي لو سمحت احنا دلوقتي يعني انت قلت حضرتك كلمه يعني موجزه يعني عمليه سمك لبن تمر هندي. احنا من دلوقتي انا دلوقتي حصل لي بلبله. لا هي عشوائيه لا تليق لا يعني الراجل ده نصب على ناس في وسط مناسبه اجتماعيه كده فيها الناس دايما بتجامل وفيها يعني بعض البسطاء يمكن ان ينطلي عليهم ده، انما مؤتمر نخبه واساتذه الجامعه. لا ده الجامعه دي مؤسسه منظمه لها اطر وقوانين ولوائح يعني تنفي كل هذه الافتراءات على او التدخل غير المسؤول على الجامعه. هذا تدخل على الجامعه وعلى قوانين الجامعه ولوائح الجامعه واسوار الجامعه. الجامعه مؤسسه منظمه لها شفافيه زي ما بيقول المؤتمر. كيف وصل هذا الانسان الى هذا المؤتمر اللي هو منسوب للجامعه؟ احنا ما نقولش بقى هنا المؤتمر ده جمعيه لشيخ معين او جمعيه لكده، لا ده مؤتمر اقتصادي. احنا نعرف والا ده انحطاط من قيمه العلم وانحطاط من قيمه الجامعه. ازاي يجي لنا شخص ما مسؤول؟ ده لو كان من اي مؤسسه تاني ممكن نقول زي بعضه لا والمؤتمر كده كله شيخ هو اللي صارف عليه. انا مش عارف يعني ده حاجه برضو يعني جامعه تدخل تحت اطار في عباءه شيخ في الانفاق وفي اداره المؤتمر او كده يعني انا مش يعني اعتقد لا. طيب ما هو ده يا جماعه اللي بيؤدي في النهايه الى ولاده الزيف اللي احنا شايفينه ده. اشكركم جميعا. هيولد الزيف من ده من العشوائيه سمك لبن تمر هندي.